أصدقائي من قناة ميرو، وحيكم قناة ميرو للمعلومات الطبخ. يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة أصدقائي هنعمل شوربة البصل الفرنسية، وطبعا قبل ما ابتدي اللي ما شافش القناة قبل كده لايك شير سبسكرايب ويفعل الجرس ويضغط على كلمة قول ليصلكم كل جديد من فيديوهات قناة ميرو ميرو تشانل. أول حاجة في شوربة البصل، طبعا هنحضر كمية بصل كبيرة، عادة بيبقى الأبيض أو الأصفر، لكن إحنا مش هنستخدم الأحمر في الوصفة دي. أول حاجة هنعملها هجيب لحمة هسلقها ونطلع منها شوربة. هنروح نسلق اللحمة عشان ناخد منها الشوربة. الشوربة دي أو الصنف ده بيبقى موجود تملي في المطاعم، إحنا عايزين بقى نقدمها بطريقة حلوة وسهلة وسريعة. طبعا الكمية كمية قليلة في الطاجن الصغير ده، لكن في العادي لو العدد عدد الأفراد الأسرة كبير ممكن إننا نستخدم من كيلو لاتنين كيلو بصل، فممكن إننا نعمل كيلو أربع بصلات. في البداية خالص أصدقائي البصل هنشيل القشرة اللي بتبقى عليها اللي هي البيضة دي، وهنقطعها من نص كده. طبعا هنقطع الحتة اللي من قدام ومن ورا، ونبتدي بقى نقطع كده اهو عشان يبقى سلايد كده، نقدر اننا نعمل شرايح من البصل، جوانح ممكن. اهو عملنا جوانح كده البصل، نعمل الجوانح اللي قلت لكم عليها. هنكمل كل بقى الكمية ونرجع لكم تاني. الخطوة التانية أصدقائي ممكن إننا نستخدم العيش الباجيت الفرنسي، لكن انا مش عندي دلوقتي فمش هقف على العيش الباجيت، فانا عندي عيش اللي هو زي العيش الفينو كده، فهنقطعه زي ما انتم شايفين، هنقطعه دائري كده. قطعنا العيش اصدقائي، هنجهز الصينية اللي هتدخل الفرن وهنحط فيها ورق زبدة عشان مش عايز اي اكل يتعرض للفويل. هنرص بقى العيش بتاعنا كده اهو، هندهنهم اصدقائي بالزبدة من فوق ومن تحت عشان هدخلهم الفرن زي ما انتم شايفين كده، هتدي طعم حلو قوي. هدهنهم كلهم وش وظهر، يعني هنقوم حاطين كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هندخله الفرن اصدقائي لغايه ما يتحمص. احنا هنحط حله على النار، بعد كده هنجيب شوربه، عندنا شوربه لحمه، انا كان عندي شوربة، وبرضو هحط ماجي عشان يدعم الطعم زي ما انتم شايفين كده، هحط مكعب ماجي على شوربة اللحمة. هنحط تلات فصوص ثوم، اتنين ورق راورة، هنحط التوابل اللي هي الزعتر دي، طبعا انا جايباها من الطريقة الفرنسية، بيبقى فيها نص معلقة صغيرة زعتر. هنضيف كمان حزمة من البقدونس بالشكل ده، يعني بتبقى مش مقطعة كده اهو كده. هي دي تحضير شوربة، طبعا هنسيبها بقى على النار لغاية ما تغلي عشان كله ياخد من بعضه ويبقى النكهة تحفة، هتبقى النكهة جميلة جدا. و بكده حضرنا شوربة اللي هتتحط في شوربة البصل لغاية ما تغلي ونشيلها من على النار. في حلة تانية أصدقائي هنحط معلقة زيت زيتون، وهنحط
زبدة، ممكن انت تستخدمه زيت الزيتون بس. هنشوح البصل اللي هو سلايد ده او الشرايح او الجوانح في الزبدة والزيت. طبعا ابتدت الشوربة تغلي زي ما انتم شايفين كده اهو، وهنشوح البصل مع زيت الزيتون لغاية البصل يدبل. مش قادرة اقول لكم اصدقائي طعم الشوربة تحفة، يعني طعمها فعلا لذيذ جدا. على نار هادية هنبتدي نشوح زي ما قلت لكم الجوانح، جوانح البصل شوحها على نار متوسطة عشان ما تتحرقش. اول اصدقائي ما ابتدى يدبل هنحط سكر علشان يكرمل، معلقة صغيرة من السكر اهو، وملح وفلفل. عايزين يبقى لونه اصفر مائل للبني. نجيب فصين من الثوم ونهرسهم ونحط على البصل المكرمل، ريحة فظيعة أصدقائي، ريحة جميلة جدا زي ما انتم شايفين أصدقائي اهو، خد لون تحفة، ابتدى ياخد اللون البني الأصفر المائل للبني. بعد كده أصدقائي بعد ما خدت اللون الحلو ده هنبتدي نحط عليها الشوربة. بعد ما حطينا الشوربة أصدقائي طبعا بنستخدم المصفى. ابتدت تغلي اهي، ظبطنا الملح وشوية فلفل كده صغيرين. بعد ما تغلي غلوة هنقفل عليها. زي ما انتم شايفين أصدقائي ابتدت تغلي اهي، هنبتدي نقفل عليها النار. بعد كده أصدقائي هناخد بقى الشوربة تجنن اهي، مش عارفة اقول لكم ريحة الشوربة ايه، تحفة اهي زي ما انتم شايفين كده. هنصبها في ممكن اي طبق او برام او اي حاجة، المهم تدخل الفرن، لان في خطوة تانية هنقولها دلوقتي. هنعمل كده اهو اهو، مش قادرة اقول لكم الريحة الشوربة وطعمها تحفة. هنبتدي بقى نحط العيش اهو كده زي ما انتم شايفين كده. اخر حاجة هتتحط اصدقائي هي الجبنة الجرير، لكن الجبنة دي انا الحقيقة ما عنديش، هي دي الجبنة اللي بتتحط في المطاعم الفرنسية. انا عندي جبنة شيدر وموزريلا، مش هتقول لأ. فهنحط على الوش الجبن، هبتدي احط على الوش جبنة موزريلا اهي. حطينا جبنة موزاريلا أصدقائي، وهنحط جبنة شيدر كمان، كمية جبن دي هتدي الشكل الجميل والطعم الرائع اهو على وش الشوربة. هدخلها الشواية، تحت الشواية تاخد وش بس. طبعا شوف كمية الجبن تحفة حلوة جدا. هندخلها بقى تاخد وش تحت الشواية على طول. خرج شوربة البصل، وهنبتدي نزوقها ببصل اخضر كده تدي لون تحفة كده زي ما انتم شايفين. هنزوقها كده بالبصل، تتقدم في المناسبات والعزومات، طعم رائع وسهلة وسريعة، واكلنا زي اكننا في المطعم.
أرجو لكم كل التحية، وأرجو إن الحلقة دي أو الفيديو ده ينول إعجابكم، وشكرا وإلى اللقاء، وتحياتي من قناة ميرو، ميرو تشانل. دي أصدقائي شوربة البصل. النهاردة هنقدم فيديو على قناة ميرو للمعلومات الطبخ، فيديو اللي هو تحضير شوربة البصل الفرنسية، أو شوربة البصل من المطبخ الفرنسي.